تخلى المحيط الهادئ عن هدوئه عندما ضربه زلزال شديد بقوة 8.18 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم على بعد 115 كيلومترا من مدينة كونسيبسيون، ثاني أكبر مدن تشيلي في أمريكا اللاتينية. الزلزال الذي وقع على عمق 35 كيلومترا تحت الماء كان من القوة بحيث شعر به بعض سكان الأرجنتين وبيرو المجاورتين. أما في العاصمة التشيلية سانتياغو والتي تبعد 325 كيلومترا عن مركز الزلزال فقد اهتزت بعض مبانيها وانهار البعض الآخر، كما انقطعت خطوط الكهرباء والهاتف مما جعل إحصاء الضحايا والخسائر بدقة أمرا صعبا. الحقيقة المشكلة مش في الدرجة، المشكلة في المدة الزمنية. الزلازل خطورتها ممكن يبقى عندي مثلا زلزال بدرجة 4 أو 3.5، ولكن استمراره الزمني يبقى طويل، فبالتالي بيؤثر على المنشآت وبالتالي بيبقى إزهاق الأرواح عالي جدا. إنما ممكن يبقى زلزال عالي الدرجة في ريختر، ولكن المدة الزمنية أو ما يسمى به العجلة، إحنا بنسميه العجلة الزلزالية، التسارع بتاعها هيبقى قليل وبالتالي الخسائر فيها تبقى أقل. المشكلة مش في نفس الزلزال الرئيسي، ولكن الزلزال دائما بيبقى معاه توابع. هذه التوابع هي دي الخطورة في إنها تتكون عليها ظاهرة السونامي. إنما الزلزال الأصلي قد انتهى. إنما توابعه اللي بتيجي فيه هي اللي بتبقى فيها مشكلة في تكون لا تزال حالة الخوف والترقب تسيطر على المنطقة، خاصة بعد إطلاق تحذيرات باحتمال وقوع تسونامي في تشيلي وغيرها من دول المنطقة مثل الإكوادور وكولومبيا وبنما وكوستاريكا، بل وحتى في القارة القطبية الجنوبية. يعد هذا ثاني أقوى زلزال يضرب تلك المنطقة بعد زلزال العام 1960 الذي بلغت قوته 9.5 درجة وأدى إلى مصرع أكثر من 1600 شخص وتشريد مليونين.